للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. أهلا بك سعادة النائب، نشكرك على قبول الدعوة، أهلا بك في نشرة ثالثة مع يعني بدء العد التنازلي لإقامة هذه البطولة في دولة قطر. لاحظنا زيادة كبيرة في التقارير والبيانات الدولية المستندة إلى شهادات حية وحقائق دامغة أيضا والمستنكرة لما يتعرض له العمال في دولة قطر من سوء معاملة وانتهاك لحقوقهم في الكثير من قطاعات العمل. كيف تتابعون هذا الأمر بصفتكم رئيسا للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب؟ النظام القطري أعاد ملف الاستعباد إلى الواجهة بعد أن قام بسلب العمالة الوافدة حقوقهم وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية اللي تجاوز من خلالها كل مبادئ حقوق الإنسان، استغل ضعف هذه الفئة، استغل قلة حيلتهم، واللي ساهم هذا النهج المتبع في الدوحة بشكل كبير في شرخ المنظومة الحقوقية العالمية وإحياء ملف الاستعباد. احنا وصلنا القرن 21، الأمر الذي يرفضه العالم أجمع باستعباد العمالة، لا سيما بعد تطبيق الدوحة نظام الكفالة اللي سمح للشركات بمنع عمالها من تغيير وظائفهم أو تغيير أو مغادرة البلاد، اللي فتح الأبواب أمام الشركات الإتجار بالبشر أو استعباد العمالة، واللي ضربت الدوحة بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، واللي على رأسها كان بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في العام 2000. جاءت تزايد الدعوات لمقاطعة المونديال من قبل العديد من اتحادات كرة القدم والمنظمات الحقوقية لحفظ حقوق العمالة ومحاسبة النظام القطري على مجمل الجرائم الكبيرة اللا إنسانية في حقهم واللي انكشفت لمدى استقلال الشركات القطرية تحت غطاء حكومي لملف العمالة الوافدة بأبشع الطرق. مونديال كأس العالم وكرة القدم هي لعبة الفقراء وخلقت من الشارع بأقدام الناس البسطاء التي عشقت هذه اللعبة لتأتي الدوحة وتسرق هذه المتعة على حساب مشقة وتعب واستعباد العمالة الوافدة. فهذا النظام يريد تصدير الإنجازات على حساب جهد ومشقة هذه العمالة التي لم تحصل على أبسط حقوقها ولم تحصل على أجورها طوال العوالم الماضية. نعم سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، شكرا جزيلا لك.